بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أحبائي في الله، ودرسنتي أن كسمينيني بقولك حديث وأنو أغريني شنشن حديث وحانو سوق أني درسي جي صدحات وحانو كبلا بين حديث كوبية تمنات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. حديث كان بخاري يا مسلم باوريي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة وحليه النبي صلى الله عليه وسلم باوحيري: حق المسلم على المسلم خمس. مسلمكو حق وكل يهي ولالكي سكلا مسلم كيه واشن رواية ساس بيت الماميسا روايات كلا أياجرة، لكن رواية وحيت الماميسا مسلمين تو حقوق اسكول يهي واشن. مسلمكو وقف والبؤ لا إله إلا الله يلي لون كو دونو، ميدب كو دونو، لغادو دونو، ودن كو دونو، قاردو دونو هاتشو. لا إله إلا الله بلغا وضا قفك أي إذن كل مسي أيا مسلم لا إله ذا. تاسو يمدان دوني إنو أولاد إي عرورتي إن إن كت الله لؤم برنو. مسلمين تو إلي ولا ليهين. إنما المؤمنون إخوة سدى ربي الله جل جلاله. حق المسلم على المسلم خمس. هذا مسلمين حقوق بدن بإسكوليين، بل حديث كان أن أرقنا الشنطة وتلمامة يكو رد السلام. سلامت مركله سلامه إلى العلسه أو عليكم السلام أطهضه. رد السلام حقوق المسلمين تؤسكولي وحاكمي ذا مركا كوبان إني إسا السلامان. وهذا أرتقف مسلمة أما قراء أما هقرانيني هذا على مدها هي آثار إسلام لماذا بكو أرقتو حق وكوله حقوق ذا وحاكمي ذا إن هذا السلام عليكم. صدح قابة سلام تؤقودن كرتا إن هذا السلام عليكم سلام تنحسوستا تنوين يا تعريف لبدا سيكون برنامتا إن السلام عليكم أو تعريف أو شمسية أبنكتو دهو ألف إيا اللام أبجلي صوت السلام عليكم. أما إن هذا التنوين وسلام عليكم لبدا حصوص تمرك كوبان وحاكوبا إن هذا السلام عليك أما السلام عليك ورحمة الله أما السلام عليك ورحمة الله وبركاته. عليكم نواديك كرتا حتى قفكو أسوي كليئة مت كستبه النقطة سد أجربة لوقري. قال تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هدي إذن سلامان أو هدي إذن سلامو مدي مدل مد أعلي أما كفي عناده وصدح دمه استرى سلامت إن العلي سواجب يكون نقونيسا وما يشع علومه وإنها انتفاسيشا من ربنا سيقلو رال النقطة وحان ربينا سيكوبا وأخريو. رد السلام هرت وإن سلامت أدرد ذا حقوق ذا القف كمسلم كله وعوي قرتو كالسلام إن أضهضو وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أما وعليكم السلام هضبة سيدة أضو أجر كأذو دوني سبيل الله تبارك وتعالى. رد السلام إن السلام تؤعلي صدو عليكم السلام لأذو مرك الوصلام تاوى قدبك كوباد ومسلمين تسكريين قدبك والله ضيعي هذا قفكو حلايا بينو سكو سلامين با لسكرا مرو
حتى مسلم اسكداي لما الصومالي بعد أرك أيوة أسجار مري خلاص خطروي أما سلامتي دلني يردو أنت كتاجين إلى هاي إيو وحلا إسكو سلامة أن إسلام كوكين إلا إسكو سلام أول كلمة كوبا دا مسلمين تو لدونا يا إلى إسكو باللابان والسلام عليكم وأنا كلمة الماميسا نبت جليو حورها قوى نكون نبت جلي أو إرضي قادية شرفت هذا نكون نبت جلي أو نفت هذا نكون نبت جلي ويا معنى هذا محايا لإله بذو السلامة مسلم كنا واقف نبت جلي صاحبة السلام عليكم قضب كلابد وعيادة المريض قف كحنوسن إلا صوب بغضه وحقوق المسلمين تسكويهين هدو قف مسلمة تشردو هدو قف مسلمة حنوسدو حق أوكولي يهي مسلم ككرو وإلا صوب بغضه أريد أما أنت من نوغو ترته ولي بغض كقربها أصوك عاي أما أصوك عاي بانو تشيدا أريد أهد بأول ليتا أهد بأول ليتا صح ويس دوغان وارون جنازة وار إسراعة واصح لكن بوقشه مركو روا يرتاي قضبك اوغاده وحقوق اسكلنا مسلمين وعياده المريض المهنه وين برنامجكو ابوه اما هويدو حنونسنتهي الا بوقن كرو ابا سيتهي هوي سيتهي حالي ما حنونستي ما سيحتي عرورته ان من ما برنو ما نقانو ولذلك هذا ادوره وهويده وي جيتا بولي هذا وحنونسنت دن كمالي كبد بو اسكا آدايا قبلنا وحلقيا بين الفيلين اسكا داوانس قضب كصدحاب واتباع الجنائز قفك حانو سران سوما قران ايسان هدي بغيري كتما دا اما قف كلابا هذا اي قف هدي بغيري كتما داي حقوق دا او قفك نولي وانا نو جنازذي سرعنو وانا نقنو وانا نكفنو هدي كفنانو هيلينو كدبنا وانا قبورها مسلمين تكون دوقنا وإن كنت كنو جنازة وإن راعنو أجر وين بين لذا اتباع الجنائز بلي لذا رجع أي أنت كنا عيسايو أم عطية حديث كذي وحيل هذا صحيحها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا هذا نضمر كنا هاي وأنا لجرى بينا جنازة راعنو لكن لو ما أتكين صدرات الجنازة رجال الربا إلى الرعان واتباع الجنائز قضب كأفراد وإجابة الدعوة هدي قف وليمك ويرو أما وانقل إيا عقيقك ويرو أما أراسك ويرو أما الدعاك لأو برنان أو شرعك أوسن ريبن أو كويرو إلى الأجيبتو خاصة عقيقة إيا وانقلك إيا قورك لبضوة وإجابة الدعوة ولبا حديث قيبك بذا وحيت الماميان قفك أراس لغو ييرو أون أجيبين إنو النبي محمد عاسي صلى الله عليه وآله وسلم لكن لبس تحقض بهالك كي يرتابط مركز أجيب يسو وإننا ماشا معسي أولين هذي معسي تالا وديدي كرتا هذي معسي الزولين كرتانا واجب يكون نقولين أطرت هذا خفيفين كرتنا ويجب كي يكون حقي والله جاي بين السنة كون نقطه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يجيب كون كذا عينا حرام بين قرن إصابة منكر كلفتي سي منكر كون هذا كذا عينا حرام بين قرن إصابة متى أرسل إن هذا نقيم إنه عجائب دي واتقرن إصابة أرسل لي كرتبة ولا تي كرا ويريه وقوب كعيار ومعصي وموزب وهوب الله وفنانين واختلاط وضدك وقاقاون وحاسو وأيضا الله داها يوصى عدن به سأفر تأشنتها بين الصبح نمو لحظة الصبح نمو ظلم بضن باكتش رئي معصي بضن مرقوف كدور لو كمتشرو الرسيلة ما انت دعا إن شاء الله كمت بابا يا رجينا يا هذا نسائي تهي وإن له بصدا أو وحي ونكسل لسكو عاوية وإجابة الدعوة قضبك أودن بأي أو شناد وحقوق المسلمين تسكو لأي وحاكم إذا وتشميت العاطس قضبك أدون نسو هاتش أدونه والحمد لله إلا أنه يرحمك الله
كي الحمد لله إلهي اللي صادين أوله يهديك الله أو يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن وإلو الحمد لله إلى هذا صدح شيروحي كبضا هدوه اللي صادنا شفاك الله وعافاك الله بالني محايا المرض يحنون يسنبور بقبا. لكن وحي صدح كويك بإذن الله الحمد لله هدوه وحديه يرحمك الله أسلم حولي يهديك الله وتربينا لدونيو أرداد إلا برو عرورت إلا برو والد كيرو برو غير كنا إلو نقن وكاليوت. حديث كذا بيتبنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان يا رسول الله؟ قال مثل الجبلين العظيمين. متفق عليه. حديث كان بخاري ومسلم بصوصر من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة وحوليه نبي جايري صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة قفك جنازة يقف انتي راعة قفك جنازة يعني قف انتي قفك حاضرة ماشي أي تالو مسجد ماشي لقول نقي ماشي دونت الله كدية حتى يصلى عليها انت اللي قلت كان هيو لتشوغي بمعنى ولدت كذيوي دادك كنت كذيبو كمدها فله قيراط. هل قيراط بوليه قيراط في قدال بك شيء دونه اي حج. لكن ومن شهدها قفك جنازة الراعة حتى تدفن حتى تدفن انت اللي قاسا يقد كاللي قلنا ينا لتشوغا فله قيراطاني لبا قيراط بوليه كي وريه كوي نبي صلى الله عليه وسلم صحابه اللفظي كلمة قيراط اللي هذا كو أتكات سيدا لقيا بهذا مركا الشيقي نبا ذات كان هري وقونين أي أو أتكامس قيراط محل اللي هذا نبي صلى الله عليه وسلم مركا اللي ويديو لي وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين وحيري ولبا أجر أو بور لبا بور أو ووين لأك. إذا قيراطكم ما أنت ألقى مركا اللي تشوفه وأجرك يا حسناتك يا ثوابك قفك اللي قريه ميتك وحاضري وكنت كذا يهدر وآصي. لكن قيراتك أسل كيس وحال إلى هذا لعقتك تشبك طبنك يا شنطة يا قضاضيع أيال إلى هذا. ولذلك نبي مركو مكتشو صلى الله عليه وسلم أو يرى وحوي إلى أرقى وحان كن راعي تشري قراطيت يعني لعقاش اللي مير يربى كن راعي تشري أو غوغو أو صرفك أو برت أيا قراط قراطيط لي هذا. لكن هل كمرك اللي تشوفه حق عبادة قيراطك وحال جوده أجر هي حسنات هي ثوابك وهي وحال جوده. رأيت مارتن حقوق أي مسلمين تسكليهين أجر كقفك الراعة قف لنتي إلى اللي جت كذو إلى اللي جاسو. إذا أجر كلا بدأ أجر ووين يانا الإسلافين بإذن الله تبارك وتعالى. أما حديث كصدحية تبناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. حديث كبخاري ومسلم باصوصاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة وحجري سوى النبي أخلاق ليسة إيا لقن كيسة نوغشة كينيا أننا إنا نكد يننا لقد دون يؤتشدد دين تأرنم بوا لقن وكد يشو وأمر قادشو وكهرد وحي لقار ريبات كهرنو. ولذلك لقن كي نبي أندي يسنو أنا عليه الصلاة والسلام أنا بربر لقنا ما أنت إن بدنو إنك نقمدون أنو أنك من أهي بل نقن كأن حق الراشنك أن بربر لقنا أبو هريرة أو نبي نوت الماما يوحي إليها أما نوصف إلى صلى الله عليه وسلم ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم نبي ما عابين
من دل عين وحنا كمشيين طعاما قط راشين ولي نبي وحنا كمشيين راشين وحلا عنا هالنقضة وحلا عبها هالنقضة وحقلل هالنقضة وحقين هالنقضة شيء راشين وحلا كري هالنقضة وحسكب السل هالنقضة راشين وحنا هلا مريده عنا هذا وحلا مريو الله عنا نبي قولي جي وعيبين ولي جي من دل عين وحنا كمشيين عليه الصلاة والسلام هذه الله كان الله من أنبو سمين شري إن اشتهاه أكله هذا نبي صلى الله عليه وسلم أوتش على هذا أو نفتيسو أي تشعلاته أو اشتهى أي نفتيسو أي اشتهى سو دانو أكله وعني شري سيهني أن مريم بو عني شري سي قيمة بضان أو نفتو أي تشعش هايو شكر النعمة الله أي كجر تبو عني شري عليه الصلاة والسلام وإن كرهه تركه هذا نبيه نفتي سؤالنا عظنا نبيه أسبون عيبين نبو اسكر ريحي جري وعنديه جري هذا ما عني كاره وعبك بشيه جري عليه الصلاة والسلام هذا ما عرورته أنه محيو بأنه بهيين إن أنه نعمة نعمر ما أنتوانو عينا كل كورا والله أرين مركوري مركاسا عيبين يا أفبال ليهي بعد مذوبة لغوغوري قشنك لغوغوري الله أكبر ضدنا قاتشي يا باهي أي أدي من أيانا أبا باين عالم الإسلامي مرك أخلاق ذا أنبرنا أو نقن كأنبرنا أو إسراف كإسكدينا أو عمتدى لدادين أيو أنو إسكدينا وكل كورو عمتك كوبان هلا كريو هدي لكلي وينا فرنجير كإنتي لقى الشدو إدي فرنجير بالي عمتدى إنتي تاليان إلمها عمتك للبرين أو يالا سينين لكن إلمه إلا يريد مالي والباء عنتظر هلا داديو خلاص خطرت يدوي ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه مرك النعمة إلهي اللي قل شكريو نعمة إلهي اللي قل كفرين هدانو شكرنا إلهي بأنه زياد الأرزاق ده لإن شكرتم لأزيدنكم هدان شكرين ويننا ولإن كفرتم هدان كفر النعم هدان كل عنه إلهي وحلهي عقاب كيغا يا عذاب كيجا يا نقص جا أن حوله يدك جلنا يو البركة الله جا قاضي ياي وامد محقق أهل عيسى حديث كفر يتمنى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه حديث كان بخاري مسلم باوريي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وحوله أبو هريرة نبي قايل صلى الله عليه وسلم حجبت النار نار توحى لغو السيريي نار توحى لغو هريريي نار توحى لنعيض الله قد بالشهوات وحي نفتو تعشاي زندي خمرذي حرامتي أوردن وقت دمايسكي في لماذا حرامتها وح الله وحي نفتها اتباع الهوى صلاة الله أنتي صون الله أنتي زكاة أنتي وح الله وحي نفتو تعشها أوردن أيا لغو هريري مركاسا نفتو مركي وحي سميسا نارتي بي مركي قليسا ماشي إناني وحا صور نافتي وحي كو هريري سنا نارتا أيا صور نافتي مركا قفكا وحاويا بوس بو نارتا كو يالنا يا نعوذ بالله تبارك جل وعلا وحجبت الجنة بالمكاره جنة روحة لغو هريريي أو لغو سريي أو مورأي أتهي بالمكاره وح الله وحي نفط نعبتهي أولا وويسدي وصلادي وحرامتي لغتغو وحاصولا كل وح الله وحي نفط نعيس أولا أي لغو هريريي مركز أقفك وكفو غانا يعني نفطي بعن نعيسي صلادي بكتغيا ويسدي بمويسي سنكرب ولي هرددي بصي وضنيا صانكي بكتغيا مصو مران كرب ولي انتاس او ساعدو مصو مران كرب ولي حاجك ما حاجين كرب ولي وهكذا نفت جنة وحالو هريري وحال وحي نفت اي نعي سؤدن الله تبارك وتعالى وحان كبريا انجي اذن كبا انو نو انفعو احاديث رسول كينا صلى الله عليه وآله وسلم انت انو كاكل مينو درسي كان حقا وحاليك يتغيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.